أفضل وأقوى أداة يستخدمون الهاكرز لجمع المعلومات واكتشاف الثغرات الأجهزة والمواقع والسيرفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر في اليوتيوب. أتمنى قبل أن أبدأ الفيديو أنك تعطيني لايك وتشترك في القناة إذا أنت ما أنت مشترك، وأتمنى هذا الفيديو ينتشر في كل مكان، تعطيه لأخوياك وأخوي أخوياك، لأن هذا الفيديو راح يختصر أشياء كثير وراح تفهم وش هو شودان وش هي قوة شودان. ما بيطول عليكم، لكن في آخر فيديو شطحة أوكي اشتغلت عليها أنا وأخوي مودي الله يسلمه، بحط حسابي في التليجرام تحت في الوصف، شطحة كذا راح بتشوفون آخر فيديو، أصبر لا تروح آخر فيديو. يلا نبدأ الشرح. شوداون، وش هو شوداون؟ شوداون هي أداة تتصل أو تجمع كل شيء متصل على الانترنت، أي شيء يتصل على الانترنت تمسكه وتحطه في الليست عندها. شفت جوجل؟ شفت الـ API حقها وكيف توصل كل المواقع إلى آخر الدومينز؟ نفسها تجمع كل شيء، أجهزة، مواقع، سيرفرات، حتى كاميرات، كل شيء يكون في الانترنت راح تكون راح تطلع في السيرش. اللي عليك انك تسوي فلترز معينه او فلترات راح يطلع النتائج هذه. طيب ملف الشوداون، هذا هو ملف الشوداون، هذا كله راح نتكلم عنه ان شاء الله اليوم. طيب خلينا ندخل الشوداون. اول شيء طبعا الشوداون لازم تسوي حساب، راح تسوي حساب ريجستر بايميل، لكن انه لما تسوي حساب راح يتطلب منك او ياخذ منك عدد من البحث السيرش هنا معين، خلاص يقول لك اوكي انت بحثت اليوم بما يكفي ضفتك، تمام؟ لذلك في طريقه انك تسوي ايميلات وهميه كل مره وتستخدم عدد السيرش المحدد في اليوم. وش نستخدم؟ هذا الموقع اسمه temp-email.org، باذن الله راح يكون في الوصف. طبعا عشان تبدل الايميل راح يكون تحديث هنا او تغيير على حسب الموجود، وتنسخ الايميل وتسوي له ريجستر. انا سويت ريجستر بايميل ثاني، فاذا قفل علي السيرش راح اسوي ايميل وهمي مثل ما تشوفون واسوي ريجستر واكمل السيرش. يلا نبدا الان. اول شيء اللي هو هاز سكرين شوت ثرو. وش هو هاز سكرين شوت ثرو؟ هذا السكرين شوت ثرو انه يعطيك في البحث كل حاجه لها سكرين شوت، صوره، تصوير شاشه، تمام؟ اي شيء مثلا سكرين شوت للكاميرا، سكرين شوت للديسكتوب. نشوف الان، نبحث ونشوف ايش يطلع لنا. طبعا فيه فلاتر كثير وفيه اشياء تقدر تصغر نقاط البحث حقك. الحين نشوف هاز سكرين شوت ثرو. طيب خليني نشرح حبه حبه عشان تكونون بالصوره. وش هو اللي صار هنا؟ وش هو اليمين؟ اللي صار هنا، هنا يقول لك في 2,075,480 بحث طلع لك بالبحث هذا، الفلتر اللي طلعته. طيب عندك يونايتد ستيت عندك 465,000، في تشاينا هذا العدد، وجرماني هذا العدد، جابان هذا العدد، ويونايتد كيندوم هذا العدد، تمام؟ طيب عندك التوب سيرفيس، عندك الار دي بي 1,856,000، ونشوف الار دي بي وراح نتكلم عنه نفصل فيه. عندك الاتش تي بي 17,000. عموما عندك هنا توب اورجنايزيشن، الاعلى اورجنايزيشن تستخدم في سكرين شوت، عندكم امازون، تكنيك كلاود كومبيوتينج، توما الى اخره، تشاينا تيليكوم. طيب توب برودكتس، البرودكتس المستخدمه يوا كام،
هيا شوف الحين احنا بحثنا عرفنا انه في فلتر يستخدم للكام. طيب اوكي يا وكام نضغط عليه وش يصير؟ راح يضيف شوف راح يضيف وشو اي برودكت. كتبنا البرودكت بيور يو كام. يو كام هذه شركة او منتج يستخدمون الناس. وش طلع لنا؟ 382. طيب في جيرماني يونايتد ستيت 116، جيرماني 26، كندا 24، يونايتد كيندوم 23، هانغوري وش المنطق هذه. عموما التوب سيرفيس، السيرفيس المستخدم. شوف يعني احنا داخلين في بيوت حرفيا. اوكي طيب عندك هنا التوب سيرفيس اندرويد اندرو ماوس HTTP اللي بورت 8080 و80 81 و80 HTTP. طيب توب اورجانيزيشن عندك كومساكا كومكاست اوكي كيبل. المهم عندكم هذه. طيب توب فيرجن عندكم الفيرجن. طيب احنا شرفنا عرفنا انه في كاميرا اسمها YAW كام عندها فيرجن، في 070062. طيب وش نستفيد اصلا من الفيرجن؟ لو عرفنا فيرجن معين نقدر نبحث ونشوف هل في ثغرات في الفيرجن هذا ومين يستخدم الفيرجن هذا. مثلا انه مثلا في فيرجن قديم اللي هو 0.4.2 هذا فيرجن قديم فاكيد يكون في ثغرات تقدر تستخدمها. اوكي طيب خلينا نشوف ايش طلع لنا هنا. طبعا في اليمين هذا راح يكون البحث. البحث هنا اسم البحث، هنا يديك تدخل على الموقع ونسوي نيو تاب راح يدخلنا على الموقع اللي هو فيه واي كام. تمام فمثلا تشوف هنا اوكي معليش دخلنا عليك. اوكي عندكم هنا برضو هنا لما ندخل هنا اوكي ما ندخل على البنت دخلناها مسكينه ننزل تحت شوي نشوف هنا اوكي افضل. طيب لو دخلنا هنا وش يصير؟ راح يطلع لنا الجهه اليسار والجهه اليمين. طيب انت راح اشرح لكم حبه حبه عشان تفهمون وش هو ده، مو بس خلاص نسخ ونسخ نسخ ونسخ، لا عشان تفهم وتعرف تبحث. اوكي عشان كذا الفيديو هذا لازم ينتشر كل مكان. المهم عندكم في البدايه راح يعطيكم الاي بي، الاي بي اللي هو طلع لك والموجود. طيب اول حاجه تشوفونها وش هو؟ تشوفون المربع اليسار والمربع اليمين. المربع اليسار يقول لك في مدينة اسمها سانت لورنت اوكي كونتري هي موجودة في فرنسا. الاورجانيزيشن الشركة الاس اف اس اف ار والاي اس بي اس اف ار. طيب احنا وش نطلع المعلومات هذه؟ انها موجودة في فرنسا، مستخدمة من اورجانيزيشن اس اف ار اي اس بي اس اف ار، يعني انه شيء خاص لشخص خاص ما هي للشركة organization. هنا راح يكون ISP. ISP وشو؟ زي STC موبايلي زين، فعندهم شركة اسمها SFR ISP Internet Server Provider. طيب عندك هنا last update. last update يعني صار لها تمام. وhost name هذا هو host name اللي راح تبونه. هذا host name وشو host name يا ياسر؟ host name انه الموقع اللي تستخدمه الدومين نيم. وراح نشوف كيف راح نبحث في هوست نيم اذا صار المقطع هذا 40 دقيقه ما له دخل. عموما عندكم اي اس ان. اي اس ان يا طويل العمر خلني اشرح لك اياها. اي اس ان يكون في كل دوله تمام في اي اس ان كثيره. اي اس ان يكون بلوك كبير، يعني مثلا اي اس ان مثال نقول ASN لمدينة الرياض. ASN الرياض في ASN مثلا في نقول مثلا 20 ASN. ASN مثلا كبر الحي، كبر حي مثلا الصحافة، حي كذا مجموعة يعني بلوك كبير. أوكي أو ممكن تكون كمدينة ASN بشكل كامل. فلي وش الفائدة ASN هذه؟ هذه أصلا موجودة في الشبكات. يعني ASN لما ارسل ريكويست وبرسل شيء تروح يروح لامريكا يمر من ASN هنا ويروح وين يروح؟ ل ASN الفلان فلاني اللي موجود مثلا بامريكا، خلاص على طول يعرف وين يروح. فهذه يعني سهلت كيف عمليه الترافيك. عموما ال ASN هذه هنا نقدر نبحث عنها برضه ونشوف بعد شوي ايش يصير.
طيب الجهة اليمين وشو؟ الجهة اليمين عندك البورتات 80 81 88 و8888. طيب نشوف الويب كام، الويب كام موجودة على بورت 8080. احنا عندنا الريكوست اللي جانا 8081 اوكي اشتغل معنا 200 اوكي. طيب 8880 اوكي 8880 هذه عندنا سكرين شوت اللي جانا من البورت هذا. طيب في برضو بورت ثاني 8888 طلع لنا كاميرا ثانيه. طيب ايش رايكم ناخذ هذا او ناخذ اللي هو الدومين؟ اوكي عشان بسوريكم هذا هو الدومين هوب انتر. وين رايح يودينا؟ اوكي بس ودي اوريكم حاجه برضو. بامكانكم انكم تاخذون كذا تسقون هنا وش البوست الموجود 8888 اوكي وشو حطينا نفسين رقصيتان نضغط عليها اوكي او تنسخون الدومين. طيب الدومين هنا ما نفع ما دخلنا. خلينا نشوف لما دخلنا 8888 مثل تشوفون الكاميرا هنا اشتغلت معنا او الموقع اشتغل معنا. طيب وش البورت الثاني اللي هو 8888؟ طيب اخر شيء صفر هل بيشتغل معنا او لا؟ مثل تشوفون احنا حطينا الدومين بس ما اشتغل، بس لما حطينا البورت وحطينا الاي بي اشتغل معنا الكامات. طيب هذا بالنسبه ل ها سكرين شوت. شوف من ها سكرين شوت ودانا للبحث الثاني تمام اوكي. طيب احنا هنا دخلنا اكثر واكثر. طيب لو مثلا هنا نبي بدون ما نكتب فلتر بس نختار من اليسار اوكي مثلا ابي والله يطول العمر ابي في امريكا يلا كم صار البحث؟ صار 116 فاعطاني اللي واي ما في امريكا تمام. طيب مثلا والله ابي في هذه توب سيتي نقول هذه المدينه هذه اوكي. شوف في ثلاثه جاني وش سويت انا هنا لو تشوفون هنا ها سكرين شوت ترو برودكت وياما ويب كام اللي هي موجوده هنا كونتري اللي هي يو اس راح نشوفها بعد شوي سيتي بورلتن اوكي. طيب احنا هنا قلصنا نطاق البحث وصار من ثلاثة. كل ما تقلص البحث كل ما كان بحثك أفضل وتطلع معلومات أفضل. فأما كده تكتب ها سكرين شوت كده يطلع لك مليون مدري كم، مين تعرف إنه ها صحيح ولا لا؟ غالباً إنه الداتا تكون بعض الأحيان تكون إنها قديمة شوي لأن يومين تتحدث الداتا، فممكن إنه الموقع ما يشتغل، ممكن الموقع إنه هذا صار له يعني باسورد الأدمن يمديك ما يمديك تدخل أو ما عندك الأكسس. طيب الحين عرفنا انه كيف نفلتر. خلينا نرجع حبتين شوي هنا ونروح للشيء الثاني الاكسس كاميرا. هذه برضو شركه ثانيه اوكي. فلما نشوف هنا ونلصق طيب وش قال لي هنا daily search you search reach the website please bit before doing more search using the IPA. كان هنا يقول يا حبيبي ترى بحث اليوم بما هو كفايه يعني فكنا من شرك. طيب ايش راح نسوي؟ راح ننسخ الايميل هذا نسوي دقيقه نسوي لوج اوت اوكي نسوي ريجستر هنا يوزر نيم مثلا واي 1 2 3 4 5 6 واي لا 1 2 3 4 5 6 عادي ما يفرق واي 1 2 3 4 5 6 حطوا اي باسورد اي اسم بس المهم ايميل انه راح يكون وهمي اوكي كريت. طيب يبي هنا 8 طيب واي كابيتال 1 2 3 4 5 6 7 8 ولا تزعل نفسها واي 1 2 3 4 5 6 7 8 اي باسورد اي شيء على السريع. طيب الحين قال لك اوكي. طيب ايش راح تسوي؟ تروح لهنا يقول لك جاتك رساله ايميل هنا. طبعا ايميل وهمي تستخدم اي شيء شيء قديم بس عموما نضغط هنا عشان نفعل الحساب. ندخل على الرابط هذا اوكي خلاص تفعل الحساب واي 1 2 3 4 5
ست واي كابيتال 1 2 3 4 5 6 7 8 نسيت الباسورد ولا لا. اوكي تمام صح كويس الحمد لله. طيب الحين سوينا حساب جديد وفلتر جديد. طيب الان خلينا نقفل هذا نفتح شو داون ثاني ممكن نلعب عليه شوي ما اظن فيه. عموما هذا شو داون فتحناه. طيب نشوف البحث الثاني اللي هو اكسس كاميرا ها سكرين شوتس. مثل ما قلنا احنا ها سكرين شوت يطلع لنا سكرين شوت لشيء. طيب نبي اللي وشو نبي للشركه الاكسس كاميرا. اوكي اتوقع انه يطلع لنا اي تمام هذه شركه اكسس كاميرا وش طلع لنا 13. شوف 13 طلع لنا بحث كل ما كان اقل كل ما كان احسن. شوف اوكي هذا حلاق ما ادري والله. عموما طيب نزل تحت اوكي. طيب هذا هنا مثل تشوفون طلع لنا 13 بحث. طيب ان كان ندخل على يونايتد ستيت يصير 4 تشوفون هنا كاميرا قدام بيت وكاميرا في هنا اتوقع هذا ما ادري ممكن حق حصان ما ادري والله. عموما مثل تشوفون احنا قلصنا البحث صار 4. طيب نبي مثلا في المدينه هذه ما عندنا اوه خلاص عرفنا. بس بقول لكم حاجه بسيطه بس انتم تشوفون هنا يونايتد ستيت والمدينه الموجوده عشان بس تعرفون وعشان تكون واضحه لكم. طيب خلينا نمسح اوكي ونشوف البحث الثاني. طيب شفتوا الكاميرات اللي احنا تكلمنا عنها. طيب الكاميرات اللي اغلب البورتات تستخدم فيها هي 80 443 80 80 8 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
هنا has screen shot true، يعني انه اعطيني screen shot true، وابي بورت. البورت هو وشو؟ المنفذ اللي تستخدم فيه في المواقع. فانا استهدفت هذه البورتات المستهدفه. اوكي country، country هنا وشو country؟ country نستخدمها في المدينه المعينه. IR وشو؟ ايران. فنستخدم هذه البورتات، راح نبحث سكرين شوت البورت المعينه اللي موجوده هنا، تمام؟ وبعدين راح نقول نبي ايران، نبي في ايران. طيب خلينا نستخدم هنا الكلام هذا ونشوف ايش يصير. مثل ما تشوفون هنا طلعنا 562، طلعنا البورتات اللي هي 80 443 88 48. طيب يقول لك هنا شفنا هالكاميرا، والكاميرا هذه مثل تشوفون توقع هذا مصنع. اوكي ثلج. طيب مثل تشوفون. طيب خلينا ندخل على اي مكان، هذا المكان لطيف. طيب وش جانا؟ جانا هنا بورت 80. احنا وش استهدفنا؟ 80 443 88 8000. فوش جانا؟ جانا 80. هذه اغلب البورتات تستخدم لل شو اسمه، لا اللهم صل الله، للكاميرات. اوكي مثل ما شايفين هنا البورتات 80 80. اذا كنتون تقلصون البحث، او هنا نشوف طهران، توقع هذه مدينه في ايران. اوكي الحين احنا قلصنا البحث في ايران وداخل مدينه طهران. طيب وش صار هنا؟ اضافنا وشو؟ اضافنا كونتي ار هنا سيتي. السيتي برضو تستخدم، مثلا لو قلت انا كونتري اي ار، السيتي وش السيتي اللي تستخدم؟ في طهران. طيب مثل تشوفون هنا قلصنا البحث. طيب عشان تشوفون مدى خطوره السودان، اوكي بدخل على ذولاك او بدخل على هنا نشغل في لوجن. طيب مثل تشوفون كاميرا في بيت حرفيا، ها شوف هذا ولد قاعد يلعب. فيعني عشان اوريكم، اوكي دقيقه خلينا نطلع. يفضل خلاص ما يحتاج. طيب اوكي اللي بعده هنا يا طويل العمر very interesting.
طيب تعرفون بورت اف تي بي صح؟ اف تي بي وش هو؟ مسؤول على ارسال الملفات من جهاز الى الموقع او من جهاز الى جهاز. ف اف تي بي يمديك تدخل اكسس عليه، اذا دخلت اف تي بي راح تدخل على جهاز حقه ويمديك تحمل الملفات الموجوده. يعني مثلا بامكان لو دخلت على جهاز مثلا مفتوح البورت اف تي بي اللي هو 21 تمام، راح اقدر احمل ملفات من عنده. ممكن هي تكون ملفات حساسه، ممكن تكون باسورد، ممكن تكون يوزر نيم، ممكن اخذ الصلاحيات واخذ اليوزر نيم حق الصلاحيات اللي هو روت والباسورد. طيب خلينا ننسخ هذا. طيب 230 وشو؟ 230 انه يجي الشو داون وش يسوي؟ هو من نفسه يسوي اوتوماتيكلي، يروح على كل الابيات الموجوده يجرب على بورت 21 على 230. 230 هذا الرقم او رمز معين انه يسجل انونيموس، يعني تسجيل دخول انونيموس ويسجل دخول، يعني تدخل داخل سيرفر اف تي بي. طيب خلينا نوقف حكي نشوف تطبيق. مثل تشوفون هنا هذا طلعنا الحين 177,000 مثل الحين تشوفون يونايتد ستيت المدن هنا، والاف تي بي هذه هنا، البورتات 21 ريدوس اتش تي بي اس. طيب وش اللي صار هنا؟ ندخل على الاي بي هذا. برضه ودي اوريكم حاجه معينه برضه. مثل ما شايفين هنا في بورت 21 22 80 110 306 88 8800. طيب مش تشوفون هنا انه دخل ويلكم تو اف تي بي، يور يوزر نمبر 1 اوف الاو 330، بعدين لوكال، بعدين انونيموس يوزر لوجن ان، بعدين هنا شو اسمه لوجد ان. اي شوف هنا يقول انا مس لوجد ان، يعني انه اليوزر ان مس هذا ايش بس سوي انا مس بدون باسورد وراح تدخل الاف تي بي تمام. طيب مثل تشوفون ننزل تحت برضه هنا بتشوفون بورت 80 نيجكس ماي اس كي ال برضه مفتوح هنا، والبورتات الثانيه جايين للداتابيس. طيب خلينا ندخل على ال سيرفر اف تي بي، ايش رايكم؟ ننسخ الاي بي اوكي ونحط معلش قبلها اف تي بي الاي بي. طيب هنا وش يقول لك؟ يوزر انونيموس صح؟ طيب لو شفنا هنا انونيموس اللي دخل فيه هنا نجي ننسخه و نسوي زي كذا. شوف انونيموس يوزر لوجد ان، دخلنا باليوزر ما انت مصدق بي دبل دي، واني انا في الروت كذا انت دخلت سيرفر اف تي بي بشكل عشوائي تمام. نسوي اكزت نطلع منه. طيب هذا بالنسبه للاف تي بي. نشوف هنا برضو في سيرفرات ثانيه. طيب خلينا نخلص البحث. لو قلنا احنا هنا مثلا يا طول العمر ابي في يونايتد ستيت اوكي ونشوف ايش يصير او اشرح لك. طيب هذه هنا يونايتد ستيت طبعا كلها. شوف هنا 230 انونيموس يوزر لوجن ان، كلها هي لوجن ان، كل اللي قد تشوفهم قدامك كلها سجل في يوزر انونيموس تمام، كلها تسجل في يوزر انونيموس لهذا الاف تي بي تمام. عندك هنا المدن قلنا احنا كل ما صار نطاق اضيق كل ما صار انه البحث يكون اقوى ومعلومات افضل. طيب الان نشوف اللي بعده، ايش رايكم؟ عشان ما نبي نطول الى اخره. عندكم الهوست نيم 200، الهوست نيم 200 يعطيك المواقع اللي موجوده 200. طيب وش راح نستفيد هنا يا ياسر؟ شوف اعطانا مليونين الى اخره. طيب 200، طيب وش راح نستفيد؟ راح نستفيد اذا نبي ندمج مع فلتر ثاني ويكون نحصل اللي هو هوست نيم، يعني يكون انه يحصل انه الموقع شغال معنا تمام. طيب ايش رايكم مثلا نقول هنا في هوست 200 ديفولت باسورد؟ طيب ايش قلنا احنا هنا؟ قلنا احنا نبي المواقع، جيب المواقع اللي شغاله في هوست 200 مع ديفولت باسورد.
يعني ابي يكون الباسورد حقه ديفولت. اوكي طيب مثلا هنا نشوف وش قال لنا، كان هنا طبعا مثل ما تشوفون هذه هي السيتي، وين طبعا في جوجل ماب هنا موجود الكونتري الاورجانيزيشن، وشفنا الاورجانيزيشن والاي اس بي اللي هو نفسه تمام، فغالبا انه يكون هو نفسه لو اي اس بي حقه فيكون شيء خاص تقريبا. عموما تشوفون هنا سيسكو كونتريبيوشن كونفيجر، طيب يو ماست سيسكو سي بي، طيب فيقول لك ان يوزر نيم ماي يوزر privilege 50 secret my password no username cisco. طيب مثل تشوفون هنا اعطانا الديفولت ديفولت ديفولت اكسس اليوزر نيم والباسورد، يعني حرفيا ما ادري ايش اقول صراحه، والله العظيم ما ادري ايش اقول. طيب وهنا راح نشوف الهوست نيم، الهوست نيم جوجل وتويتر. الهوست نيم وش وظيفته؟ انك راح تبحث على هوست نيم يعني موقع، فراح يعني تقلص النطاق وراح تبحث في تويتر وجوجل. خلينا نشوف ايش يصير معنا، ما ادري احس انه بيطردنا الحين لانه بحثنا كثير فيه. نشوف ايش راح يطلع لنا من فلترز. طيب اللي طلع لنا هنا يا طويل العمر اشياء راح تخص فيها جوجل واشياء راح تخص فيها تويتر، مثل تشوفون هنا 4.4 not found 4.4 not found. طيب هنا يجي دور اللي هو تشوفون هوست نيم برضو 200، ما ادري اللي هو يعني تنفع معاه كوما 200، خلينا نشوف. طبعا البحث هنا 14000. اوكي طيب طلعنا هنا انه المواقع لها 200 اوكي جميل، والله جميل صراحه. طيب هنا قلنا الهوست نيم جوجل وتويتر وال200 انه يطلع لنا مواقع موجوده من اوريدي. اوكي طيب نشوف لنا بحث ثاني. ديفولت باسورد قلنا انه يستخدم مع مثلا الهوست نيم، لو قلنا لحاله بيكون يعني راح يطلع لك البحث اللي هو ديفولت باسورد بشكل انه ممكن انه يعني الموقع او انه ما هو موجود، او شوف هنا 4.4 unauthorized. فهنا يجي فائده انه الهوست نيم 200، تبي مواقع شغاله ما تبي مواقع مثلا موف يعني انتقلت الى اخره. طيب ال HTTP فيشن هاش والرقم اللخبطه هذا ومع هاز سكرين شوت. طيب ايش راح نفهم هنا؟ راح نفهم هنا يا طويل العمر انه في كوماند او في فلتر طبق تمام، بعدين هاز سكرين شوت انه يعطيني سكرين شوت حقه او تبي سكرين شوت حقه. طيب طيب مثل ما تشوفون هنا ابي اوريكم حاجه جدا 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 مهمه. اوكي لما ندخل هنا طبعا راح اشوف البورت، راح نشوف البورتات هنا من تحت كل واحده يعطيني الريكويست حقها. اوكي هنا راح نشوف فيو جو داتا، هذه هنا ميتا داتا حقت البحث هذا. طيب مثل ما تشوفون هنا بروبرتي نيم فاليو الاي اس ان، وراح نشوفه بعد شوي الكارلست الكونتري كود سويدن. طيب فسويدن الكونتري كود هو تشوفون الكونتري صح، شفنا اي ار السويدن حقه اس اي. اوكي تشوفون هنا الاي دي المودلر الدات اللي جاء شو اسمه المعلومات جدا جدا كثير. مثل تشوفون هنا ال HTTP فيشن هاش غالبا انه ما راح يشتغل. اوكي بس لو نشوف هنا اللي تحتها نسخه هذه زي كومبوننت او خدمه موجوده لبعض الشركات راح تكون كفلتر، تشوفون كلهم يستخدمونها الجي كيري ميتريت، تشوفون هنا 1,600,000 وهنا الداتا اللي طلعت كلها والبحث هنا. طيب عن اذا كنت انت حسابك ما انت مشتري ما انت مشترك ما راح يطلع لك الا تو بيج يعني نكست وخلاص يقول طفتك خلاص لازم تشترك. عموما نشوفنا بحث ثاني برضه البورت 21
لو قلنا country IR login successful، طيب خلينا نشوف ايش راح يطلع لنا هنا. راح يقول لي هنا بوت 21 هو FTP، الكونتري اللي هو ايران، ولوجن سكسسفول انه دخل في ال FTP سيرفر. طيب مثل تشوفون هنا، هنا دخل FTP سيرفر، هذا الفيرجن الموجود اوكي حقهم. طيب طبعا معلومات يعني لو طلعت جدا مو كويسه للشركه او للمكان اللي حقهم. لوجن سكسسفول برضو انه جدا مو كويس، ال 230 اللي هو الانانوس، تمام؟ تقدر تستخدم الكوماند اف تي بي الى اخره. طيب خلينا نبحث برضو عن اخر شيء من الليسته هنا اللي هي نت 172 217 13 0 24. طيب وش سالفه هذه؟ انا هنا لما اجي اسوي ف سي ام دي اسوي مثلا بسوي قلنا هنا بينج google.com اوكي ممكن سي. طيب هذا هو الاي بي، شفت الاي بي حق جوجل 270 217 19 واللي هو 142. فانا ابي نطاق كامل اللي يستخدمون الاي بيات حق جوجل اوكي. فانا ابي النطاق الكامل الاي بي، لانه الاي بي حق جوجل طبعا راح يستخدمه في سيرفرات كثير اوكي. الان احنا سوينا 24 نقول 16، انا ما ادري صراحه سبت ماس حقه كم، بس خلينا نشوف 16 وش يطلع معنا. غالبا اي 24 صحيح 24. طيب مثل ما تشوفون هنا كلها كل البحث اللي تشوفونه كله يخص جوجل. شوف 439 ريزولت اوكي، في عندك اتش تي بي اس واتش تي تي بي، وهذا جوجل. مثل هنا ايرور نوت فاوند، ايرور نوت فاوند، هنا 208 البورت هذا موجود هنا. طيب لو مثلا بنقول نبي نشوف البيانات طلعت هنا، طيب بورت 80 هذه نوت فاوند، طبعا هنا 443 نوت فاوند، طبعا هم يعني مقفلينها عشان ما حد يقدر يدخلها. مثل تشوفون هنا البيانات هذه كلها، و هنا رو فيو رو داتا الى اخره. طيب ايش رايكم نجرب اللي هو هذا AS151، ولا تدرون نبحثنا بس country IR اقرب شيء اوكي، ندخل على اول حاجه وناخذ ASN حقهم. راح ناخذ المنطقه اللي هم موجوده، اتوقع هي في ايران، نشوف اي مدينه، اتوقع طهران ولا فاليو AR ايران. طيب استخدموا RSA، ما ادري والله طهران اتوقع. عموما لما نجي نبحث نقول ASN نسوي زي كذا ولاسك، ايش راح يطلع لنا؟ نويا، نويا، شوف نويا اي بي ار كلها حق نويا. شوف راح يطلع لنا المعلومات كلها عن المنطقه هذه او الشركه هذه اللي هي يستخدمون ASN، تمام؟ نشوف حاجات كثيره ممكن يعني تطلع، بيانات داتابيس مثل تشوفون هنا ريسبونس 25، ممكن تلاقون سيرتيفيكيت. انا لقيت برضو يعني من احد البحوث زي كذا تبحث في ASN، لو انت عرفت ASN شركه معينه او ASN منطقه معينه تقدر تطلع يعني كل شيء عنها اوكي، تقدر تطلع كل شيء متصل عنها. الـ ASN زي بلوك، بلوك مجمعه الاشياء معينه مع بعض. مثل تشوفون هنا ASN في 300 و SSH و HTTPS و RDP اللي راح نتكلم عنه بعد شوي اوكي. ومثل تشوفون هنا وش التوب سيستم، يستخدم ويندوز سيرفر 16 والسيرفر 16 هنا داتا سنتر. اوكي داتا سنتر، يا سلام نعرف الداتا سنتر حقهم وين موجود. طيب هذه معلومات. هنا يقول اثنتيكيشن انيبل، عندك اثنتيكيشن انيبل. طيب الان راح نتكلم على RDP. RDP وش هو؟ RDP اللي هو ريموت بروتوكول ديسكتوب، اللي هو اتحكم في الديسكتوب حقك من بعيد، اقدر اتحكم فيه.
مثل برامج التيم فيور تستخدم هذا البروتوكول. طيب هنا مثل هنا تشوفنا اللي هو البورت 3389 اللي هو البورت ال RDP الخاص فيه. طيب خلينا نشوف هنا اول بحث. طيب وش يقول لك هنا بورت ال 3398 او 86 معليش، هذا البورت حق ال RDP. طيب الكونتري حقنا اليو اس، الستيت كاليفورنيا، والبوستل كود اللي هو هذا. طيب برضو في حاجه مهمه لازم تعرفونها او فلتر معين، بوستل كود. اذا كنت تبي يعني تبحث عن منطقة معينة محددة تستخدم بوستل كود. يعني مثلا إذا قلت مثلا بوستل كود حي الحمراء، في لها بوستل كود معين، أوكي؟ في مناطق معين لها بوستل كود. فلما تبحث عن بوستل كود معين راح يطلع لك بيانات أكثر وأكثر تفصيليا. خلينا نبحث أحد من السيرش هنا، ما أدري إذا هو بيزبط حين معي أو لا، بس خلينا نشوف. مثلا نقول خلينا نقول not more specific، نقول مثلا country، نقول مثلا country بس. أوكي طيب نشوف إيش يصير معنا. طيب not found. أتوقع البوستل كود كان في غلط بسيط، بس لو نحط الكونتري يو اس عشان ندور على البروتوكول ار دي بي نشوف ايش راح يطلع معنا. طبعا البوستل كود انا نقلته من بحث معين، فاتوقع اني نقلته غلط. عموما اذا تشوفون هنا عندكم امازون، في سكرين شوت هنا عندكم الريموت ديسكتوب بروتوكول، يعني تقدرون سوون يعني الكونكشن من بعيد. ومثل تشوفون هنا برضو حاجة جدا مهمة. طيب من الصورة هذه من الاي بي فلاني هذا، اوكي عندكم يونايتد ستيت في روكو ماونت. طيب الاي بي هذا وشو هذا الحين بين لك؟ وشو بين لك؟ اليوزرز، تعرف اليوزر المستخدم الموجود، وبين لك انه يستخدم ويندوز 7. اوكي فهذه بيانات جدا جدا ممتازه. فاذا ما كنت انت اصلا لك صلاحيه انك او تقدر تشبك في ال ار دي بي حقهم، انت حصلت بيانات نوع شو اسمه نوع الجهاز او نوع النظام او واليوزرز موجوده، تمام؟ تقدر تحطون نيكست، بس غالبا ترى بيكرشكم، يعني اذا كنتم نيكست بيكرشكم، تمام؟ مثلا تشوفون هنا جاء هنا قال اوكي سكرين شوت لاذر يوزر يوزر نيم باسورد، بس ما وضح لانه كان هنا استخدم ويندوز سيرفر 2012 ار 2، تمام؟ فيقول لك هنا ريموت ديسكتوب، وعندك هذا زي الفلتر راح نستخدمه الان بعد شوي. طيب مثلا تشوفون هنا جوجل، مثلا تشوفون تون هو ونيدوس. طيب الحين عرفنا تو يوزرز، اوكي بامكاننا ان احنا نجرب في ندخل في تو يوزرز دول، احتمال ان ندخل في الموقع نشوف هنا وش البوردات المفتوحه اذا كنا بنجمع معلومات عنه. طيب في 445 اللي اس ام بي، في عندك اللي هو 3389 اللي هو ريموت ديسكتوب، وهذا عندك 130. طيب استخدمون جو دادي يونايتد ستيت. طيب المهم غالبا راح تجمع معلومات من المكان او المنطقه اللي تاخذ منها. طيب جينيفر، اوكي طيب خلينا نشوف حاجه ثانيه. خلينا ناخذ هذا البحث نشوف ايش يصير معنا. احنا ايش سوينا هنا؟ قلنا بورت اللي هو حق الار دي بي، بعدين قلنا ها سكرين شوت، نبي سكرين شوت زي كذا موجوده، نبي لو سمحت، ونبي زي فلتر معين هذا موجود الار دي بي فيفلتر لك. طيب مثل تشوفون هنا الادمنستر عندكم هنا، شوف انا الحين عرفنا انه في يوزر ادمنستر، يوزر ديب ريسبوند، يوزر. الحين انت عرفت يوزرات، فانت كانك قطعت شوط جدا طويل. فلو كنت تبي مثلا تبي تخترق جهه الى اخر، فانت هذه معلومات جدا حساسه، اوكي؟ فمثل تشوفون هنا ويندوز 12 ادمنستر. طيب اوكي فلاجر،
نايس والله. طيب خلينا نشوف حق اليوزرات الكثيرة ونشوف المعلومات حقتها. طيب مثلا تشوف هنا الـ FTP، ها FTP. طيب ما دام احنا عرفنا اليوزرات اللي موجودة في السكرين شوت، ممكن انه احد اليوزرات هذه موجودة في الـ FTP. مثلا تشوفون هنا في FTP برضه، في FTP يوزر هنا يستخدمونه، ف ممكن انك تدخل في الـ FTP، ممكن لا. فيعني انت هنا راح تحصل معلومات عن الاي بي هذا. اوكي طيب خلينا نشوف بحث ثاني او فلتر ثاني استخدمنا ماينس. الماينس هنا وش هو؟ قال ابيك تبحث لي بس ما ابي بورت 3389، بس ابي سكرين شوت وابي هذا البحث. هنا كانك تقول ما ابي بورت حق الار دي بي، بس ابي سكرين شوت وابي الفلتر هذا الموجود هنا. اوكي وش انا مور سبيسيفيك. اوكي مور يعني بحث اعمق شوي. اوكي مثل ما ادري والله كان كم كان قبل، بس الحين 12000. اوكي فمثل تشوفون عندك هنا الادمستر وعندك الادمن، مثل تشوفون هنا سيلف ساين. خلينا نشوف هذا شو وضعه. اوكي طيب ف عندكم برضه شوفها. يعني ما ادري صراحه شو اقول، هذه المعلومات عن اليوزر ترى جدا جدا حساسه. طيب خلينا نجرب نقول في الفلتر، نقول طيب نبي هذا، نبي البروتوكول او بورت، معلش ما نبي بورت اللي 389 وما نبي سكرين شوت، بس نبي ريموت ديسكتوب بروتوكول. خلينا نشوف وش يطلع لنا. احنا قلنا ما نبي ديسكتوب، ما نبي سكرين شوت. مثل تشوفون تقلص البحث اكثر واكثر، كل ما قلص البحث كل ما كان البحث يعني يطلع معنا معلومات افضل وافضل. تمام طيب مثل تشوف هنا كلها حصل الريموت ديسكتوب بروتوكول، ريموت ديسكتوب بروتوكول، كل البحث اللي تبيه انت في ريموت ديسكتوب بروتوكول. طيب خليني اقول لكم عن حاجه جدا 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 مهمه انا اسوي لك اياها يعني. الحين اذا كنت بتبحث عن كلمه واحده مثلا ريموت، اوكي خلاص ابحث فيها كذا ريموت. اما لما تبي تبحث في اكثر من كلمه مثلا ريموت ديسكتوب، لازم تحط فيه تو كوتيشن. هذه جدا جدا مهمه. تبي تبحث عن لوجن سكسفول كان بينهم مسافه، لازم تحط تو كوتيشن. لو كلمه واحده مثلا اي كلمه، تمام ديسكتوب ريموت، فراح يعني يبحث لك. مثلا لو قلنا احنا ريموت هنا نشوف ايش يطلع لنا، ما ادري صراحه ايش يطلع، بس نقول ريموت ونشوف ايش يطلع. احنا هنا بحثنا في كلمه واحده بس، اوكي ريموت، ف بحث معنا. بس لو نبحث اكثر من كلمه لازم نحط مسافه وتو كوتيشن. مثلا طلع هنا 5 مليون 400 الف، يعني هذا ترى مره يعني بشكل واسع. اوكي طيب خلينا بالصدفه نشوف وش طلع معنا. قال هنا يا طويل العمر public shared folder on each volume وستورج ديسك اور ستورج ديفايس. يعني يا طويل العمر هنا بامكانك انك تشوف ستورج ديسك، وهنا الديسك هذا على ما حسب ظني انه بامكانك انت تشوف المعلومه. طيب خلينا نجرب ورانا. طيب خلينا نجرب. طيب في اداه اسمها اس ام ماب، اس ام بي ماب، وتحط الاي بي. ما خاب ظني. اوكي او ال host توقع اتش توقع اتش صح. اوكي طيب الحين احنا نبي نسوي اكسس للشير فولدر بينا. طيب من متى طلعنا اللي هو storage read and write. اوكي و storage. طيب خلينا نحاول ندخل في الباث حقه. الباث حقه هنا يقول لك ان الباث اللي هو يا طويل العمر وين الباث؟ اللي هو الار، نقول ستورج
اوكي. طبعا هذه من الاشياء اللي نستخدمها في الدور حقتي من الله. طيب ستوريج وش طلع منها؟ هذا شو ملف، هذا شو؟ طيب اتوقع انه ما في شيء اذا ما خاب ظني. طيب خليني نشوف الثانيه اللي نو اكسس شيرد فولدر ايتش بوين. ما ادري الصراحه اللي هو يعني بيزبط معنا او لا، بس شوف نجرب نعطيكم معلومه عن اس ام بي ماب وكيف تستخدمونها. طيب نو اكسس، ما في اكسس. طيب لو قلنا هنا مثلا يوزر ماسك، اتوقع كنت نكتب بعض نو اكسس، خلاص مو براضي. هذا بشكل عشوائي جدا. عموما خلينا نرجع لموضوعنا. الفلترز بكلمة واحدة ما يحتاج تو كوتيشن، يعني أكثر من كلمة لازم تحتاج اللي هو النكتتين هذه، لازم تحط بينهم الكلام. طيب الفلتر اللي بعده، نبي نبحث عن أدمنستر. يعني شفت المشوين البورتات اللي هي موجودة اليوزرات أدمنستر، يعني فطرتني كذا عين عينك. طيب خلينا نجرب الموقع الثاني هنا. أوكي نشوف الإيميل اللي بعده. ونجيكم. اوكي طيب لو بحثنا هنا ادمنستر وش راح يطلع لنا؟ كل بحث في ريموت ديسكتوب بروتوكول يخص الادمنستر. مثل تشوفون هنا amazon.com تمام في انديا، فهنا تشوفون الادمنستر برضو، هنا اليوزر برضو الادمنستر، عندكم هنا برضو ادمنستر، كلها ادمنستر، كلها ادمنستر. طيب لو بحثنا هنا مثلا قلنا guest، اوكي هنا يعني زائر، وش راح يطلع لنا؟ شوف راح يطلع لنا برضه guest هنا، شوف هنا guest guest guest، يعني زائر يمديك تدخل بدون باسورد. تمام طيب طيب لو مثلا بحثنا وقللنا البحث، صار هنا 2500، لو قللنا البحث وقلنا مثلا انفنتوري، انفنتوري يعني ستورج ولا اي حاجه ممكن يخزن فيها، 16. شوف قللنا من بالالوف الى 19، شوف انفنتوري انفنتوري، شوف انفنتوري. غالبا انفنتوري يستخدمونها ل يعني المور سبيسيفيك، يعني يستخدمونها ل لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني اشياء جدا معينه للتخزين بيانات الى اخره. طيب الداتابيس، الداتابيس اخيرا الداتابيس واخر كمانس استك او الستك. لو نبي نبحث وش راح يكون هنا؟ برودكت، راح تبدا دائما في برودكت في الستك. اوكي هذا فلتر معين في الداتابيس الستك، بعدين تستخدم بورت 9200. طيب نشوف ايش راح يطلع عندنا. طيب عندك هنا البرودكت الستك بورت 9200، وش راح طلع معنا؟ طيب عندك الاي بيات هنا وقال لك هذه الستك الداتا. خلينا نشوف ايش موجود معنا وش الاشياء طلعت معنا. طيب تشوفون هنا الستك التوتال سايز 5 كيلو بايت، دوكيمنت واحد، ريدمي 5 كيلو بايت. طيب عندنا هنا حصلنا ملف ريدمي، خلينا نشوف اذا عنده صلاحيه ولا لا. هل فرنش؟ طيب هنا يقول لك نيم، شوف طلعنا معلومات حساسه، نيم الكلوتشر، نيم الاي يو اي دي، الفيرجن، البيبل هاش، الديت، سناب شات. طيب intelligent you know for search، هذه زي زي شلون اقول لكم فلترز. شفت ايش فلترز شو دام؟ كانها يعني يقول الشريكه او الزملاء عمله انه تعرفون كيف تبحثون على هذا الفلتر. يعني عندك الهاش، البيلدر فيل الديفولت هنا، الهاش هذا الموجود هنا، الداتا، الكلوزر نيم. انا ودي ابحث صراحه بشوف ايش راح يطلع معنا، لكن بياخذ وقت. عموما
عندكم هنا مواقع ثانيه برضو، عندك هنا 4 ميجا بايت، نشوف ايش موجود. طيب نيم كرسر نيم، وهذه لستك سيرش يو اي دي نمبر البلد. اوكي خلينا نشوف هذه هنا 20 ميجا بايت، وعن النيم اوكي كويس. طيب خلينا نشوف الفلتر الثاني اللي هو اسمه مونجو داتابيس، ونستهدف اللي هم ايران كونتري ايار. طيب مونجو داتابيس غالبا هي نو سكيل، يعني تخزن في ملفات ثانيه. بامكانك انك انت في مونجو داتابيس تبحث عن مواقع ممكن تلاقي فيها ثغرات، تمام؟ يعني طالع فيها يعني معلومات عن داتابيس. مثل تشوفون هنا مونجو داتابيس، هذه هنا مثل تشوفون ال 27/17 ستورج انجن، الماكس بوينت هنا، الجافا سكريبت انجن، عندك الديباج اي دي هاش نون. طيب هنا يبي لك عمليه بحث وتشوف وش هو اللي ممكن تطلع منها يعني معلومات مهمه جدا وحساسه. اوكي انا تشوف هنا كلها يقول لك داتابيس، طبعا هذا كلها اللي تشوفون اللي صار مثل ما قلت لكم او ما قلت لكم، معلش الفولنربيليتي اللي الثغرات اللي موجوده على الاي بي، هذا الثغره اللي هي 2018/10549 هنا الثغرات الموجوده. طيب هنا يقول لك الار بي سي، خلينا ننزل تحت خلينا نشتغل عموما. عندك هنا المونجو ريجن ثينك ويندوز، اوكي عرفنا النظام ويندوز من اوس اللي هو ويندوز 7 سيرفر 2008. ف طيب اوكي فخلينا نبحث بشكل عام نشوف ايش راح يطلع معنا. مونجو داتابيس راح يقول لك انا حصلت داتابيس واحده في 32 كيلو بايت، ايش رايكم نشوف ايش وضعها؟ شوفوا هذه 31 كيلو بايت اتوقع، تشوفون هذه كلها بيانات الداتابيس، غالبا ان هي اوامر بس ممكن تلاقي منها يوزر نيم باسورد شيء يعني طالع بالغلط. اوكي داتن تشوفون هذه كلها تيبل داتا. اوكي تمام need me to recover your data. طيب المهم تقريبا هنا يبيلكم انكم تبحثون تشوفوا مثلا هنا 20 جيجا 101 داتا بيس موجود. يا ساتر يا ساتر يو هذا وشو؟ دقيقه لازم نشوف وشو هذا. 21 جيجا متصورين 21 جيجا بايت كم يكون داتا بيس حقهم كله حق الموقع كله موجود هنا. دقيقه وات 21 جيجا بايت مهبول ايش السالفه؟ طيب اتوقع في هذا الاي بي، خليني نشوف ما ادري اذا يمديني ادخل هنا في الموقع ولا لا. دقيقه اثنين وستين خلينا نشوف فينا مالي. You are trying to access Mongo network. توقع add 1000 port to port number. طيب وين المهم يا عيال 20 جيجا بايت مرة كثير.
مرة كثير. المهم خلينا نشوف آخر فلتر وخلاص، يعني خلينا هنا، طولت مرة ممكن توصل ساعة ما أدري والله. كود داتابيس، هنا يلتقط الداتابيس معينة. خلينا نشوف كود داتابيس وش راح يطلع لنا. ما أدري صراحة وين ودين هذا، بس خلينا ما في أكسس. المهم خلينا نشوف ايش طلع معنا هنا. في الكوست داتابيس يلتقط داتابيس، ممكن تكون كحساسه داتابيس حساسه او لا. ممكن تشوف هنا فيندور نيم اباتشي سوفت وير فيكيشن فيتشر اكسس ار اس اي بوتنشال لوج ستور وي راشد سكيدول كوست ويلكم فيرجن 3.11 يو اي دي. فانت الحين حصلت بيانات ملتقطه، يعني في بعض البيانات ملتقطه حساسه تكون. تمام طيب، عندك يا طويل العمر مثل هنا الكوش داتابيس لقط لي هذه البيانات كلها، فيندر نيم الفيتشر السكجول كازد ويلكم فيرجن. طيب داتابيس جلوبال تشينج chat message content chat content join content chat message. اتوقع هذه يا طويل العمر انها تكون ك يعني ك database او ك parameters توصل ال database، يعني ممكن تكون ك يعني هذه تكون ك table معين، في table معين او تعرف tables فيها البارامتر في، يعني حاجه زي كذا تقريبا. تمام فمثل تشوفون هنا اصلا هنا جايه البيانات، مثل تشوفين الشات مسج والكونتنت شات شات او شات شات كونتنت شات جوين كونتنت شات مسج. فكل حاجه تروح لتيبل معين، كل حاجه تروح ل ف يعني معلومات جدا 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 خطيره، يعني ما يصلح نطلع في العام. اوكي فما تشوفون هنا الشات سوفت وير اكسسوار سي هنا يو اي دي ويلكم. طيب ف خلينا بس نقول هنا داتابيس لحالها نشوف طبعا 5000 هنا نشوف طلعنا هنا نشوف جيرماني في المدينة هذه مثلاً. أوكي راح نشوف هذه توب فيرجن. أوكي خلينا نشوف الفيرجن هذا إيش طلع معنا. 3.10 نبي فيرجن كبير جداً مثل هذا. طيب وش اللي أعطانا هنا؟ أوكي network na coach that welcome vendor name apache software region schedule global change user. اوكي طيب خلينا نختم فيديوهنا هنا بعد ما مر يعني ساعه. اوكي هذا الفيديو اتمنى انه عجبكم الفيديو، فصلت قد ما اقدر في شودان عشان تفهمون مو تحفظون، عشان تعرف كيف تبحث. ماذا خلاص اوكي دي بي اس اعرف كيف ابحث دي بي اس، هنا اجي اسوي دي بي اس ونشوف ايش طلع لنا. فهمتوا؟ فاشوف طلع لي دي بي اس، انا كذا هنا عرفت الاساس كيف ابحث في الدي بي اس ولا ابحث في حاجه معينه. اوكي من هنا طلعنا جوجل كلاود، فطلعنا معلومات عن دي بي اس الى اخره. طيب فهنا اتمنى انه عجبكم الفيديو، انا تعمدت انه يكون الفيديو دسم جدا وفي محتوى تقريبا. ترى انا يعني بحثت وحاولت الخص بث ساعتين والفيديوهات من ساعه تقريبا، هذا راح يكون ملخص. طبعا كوماند او فلترز هذه كلها راح تكون في الوصف باذن الله، وبرضو الموقع اللي هو التمب راح يساعدكم كثير، كل شوي كل شوي راح يسوي لكم ايميل وراح تبحث براحتك ولا راح يقطع معك. وطبعا اذا كنت بتشتري في او تشترك في الشو داون، في عندهم زي الابجريد. اوكي مثل تشوف هنا الابجريد مثل هنا. اوكي عموما الابجريد انه يعني فيها انه يعطيك صلاحيه اكثر في البحث،
ما يقطع عنك. يعني انا يعني لعبت عليهم واسوي كل شيء ايميل، فيعطيك صلاحيه في البحث، يعطيك بحث اكثر. مثلا تقدر حرفيا تقدر تبحث عن سي في اي، يعني ثغره معينه تبحث عنها، بس هذه راح يكون في النسخه الكامله اللي هي 899 دولار شهريا، فمره كثير هتستخدمها اذا كنت خلاص يعني جدا سيريس في الموضوع. تمام، فاتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسى اللايك حبيبي وتشترك بالقناة، واتمنى كان الفيديو خفيف عليكم، معناته انه جدا ثقيل، واترككم مع شطحة. حاسوب زي بيتي يرشدني يحفظني وقتي ينقلني نحو البلدان يطهي جسم الإنسان أظل صديق الحاسوب سأظل صديق الحاسوب.